لله الحمد. الحمد لله المنعم المحسن الأكبر، وسع الرزق على ما شاء من عباده ويسر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الذي لا راد لما قدر ولا دافع لما أراد من نفع أو ضرر، أحمده حمدا كثيرا وأشكره شكرا جميلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الجليل العظيم الملك الأكبر، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، بعثه الله نبيا ورسولا وخص بالشفاعة العظمى في يوم المحشر، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته إلى يوم المحشر. أما بعد، فيا أيها الناس اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد مبارك كريم. يوم العيد ويوم الوعيد عيد للأبرار ووعيد للفجار. ليس العيد لمن أكل وشرب ولبس الجديد وركب المطايا، إنما العيد لمن صام وقام وترك الخطايا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لكل قوم عيد، وهذا عيدنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير. وفي رواية: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال صومكم معلقا بين السماء والأرض إلى أن أحدكم يؤدي زكاة صومه. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. فتنبهوا عباد الله، وتذكروا الموت، واعتبروا بمن مضى من الآباء والجدود، أين من مضى من الملوك والعسكر، أين فرعون وهامان، أفناهم مرور الزمان. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد مبارك كريم، فاحمدوا ربكم واشكروا له على استكمال صومكم، وكبره كما أمر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المؤمنون، أنفقوا من خالص الأموال وطيب الكسب الحلال، فالله فيه أمر الفطرة عن جميع الأيال والأطفال والنساء والرجال. فيا عباد الله، اذكروا أنفسكم وتوبوا إلى الله، واعملوا خيرا، فإن الله ذاكر لما ذكر وشاكر لما شكر. وزينوا بواطنكم بالتوبة كما زينتم ظواهركم بالملابس، فقولوا من صميم الفؤاد: اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، وعلما نافعا، وعملا مقبولا، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جباد كريم، ملك قديم، بر رؤوف رحيم، ورب حليم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله نحمده
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، سيد الخلائق والبشر، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله العظيم كما أمر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد من صلى وصام، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى خلفاء الراشدين، خصوصا على خير البشر بعد الأنبياء بالتحقيق، أمير المؤمنين سيدنا عبد الله أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى مزين المنبر والمحراب الناطق بالسواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب مظهر العجائب والغرائب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه الكريم، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين سيدنا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عمه المكرمين عند الله والناس سيدنا الحمزة وسيدنا العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة، وعلى سائر المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والتابعين الأخيار وأولياء أمته الأبرار إلى يوم القرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ناصر الإسلام والملة والدين. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. 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 الله أكبر الله أكبر.